يحضركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. رؤياكم نورتوا يا احبابنا، ان شاء الله يهنى بالكم في ذي الليله معانا. فالعم يزيد يرحب بكم، والف تحيه اهديها لكم. ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا، ان شاء الله يهنى بالكم في ذي الليله معانا. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا، مساء الخير أحبائي. والله شرف كبير ومتعة حقيقية أن نكون معكم اليوم أحبائي. عمو يزيد جد سعيد ليروا معكم هنا، وانتم معكم فرحانين، أكون فرحانين. إذن أحبائي، ولاية تمن راست، وما أدراك ما ولاية تمن راست؟ يا سلام، ولاية الجود، ولاية الكرم، ولاية العلم كذلك. والله شرف كبير، طولت عليكم شوية باش جيت. لا لا، والله كنت متشوق باش نجي لعندكم. ماذا بيا اليوم في هذه المناسبة، في هذا الحفل، تعطونا تحية للسيد الوالي. والله أعطونا زغريتا وتحية للسيد الوالي، الله يخليكم. والله على بالكم عمو يزيد حب يزور كل مدن الوطن، ولكن لو كان ما يصيبش آذان صاغية بالتنظيم للمعدات باش يسهلونا هذه المهمة، ما نقدروش نجو لعندكم، صعب. لذا تحية كبيرة للسيد الوالي والسيد مدير الشباب والرياضة وكل إطارات الولاية، وراح نقولوا لهم حاجة، أنهم عندهم أمانة يتهلاو في هذه الولاية الجميلة، هذه مسؤوليتهم، وعلى بالي راح يكونوا كفء لهذه المسؤولية. إذن هذا الحفل من تنظيم ولاية تمن راست مع مديرية الشباب والرياضة برعاية مجمع الشروق وشركة رامي وشركة شيبس مهبول. عمو يزيد يتواجد معكم هنا لأول مرة، ولكن ما راحش تكون آخر مرة. أنا كنت زرت مدينة تمن راست في كذا من مرة، وكانت في كل مرة متعة حقيقية، والله متعة حقيقية. زرت ولاية تمن راست، مدينة تمن راست، مدينة عين صالح، مدينة إنغر، مدينة فقارة الزوا، كلها كانت متعة حقيقية حقيقية. أحبائي، أنا عندي سؤال. عمو يزيد يحب الأطفال الشاطرين والأطفال اللي عندهم معلومات ويحبوا يطلعوا. شكون اللي يقدر يقول لي كم عدد الولايات التي تحد ولاية تمن راست، وما هي؟ ما هو عدد ولايات الجزائر التي تحد ولاية تمن راست، وما هي؟ أعطي للشابة اللي هيك، ابعثوا لها الميكرو. يلا يلا، ما تحشميش بنتي، تعالي. يلا يلا. كيسموك بنتي؟ ندى. ندى، الله يبارك. ندى بنتي، شحال في عمرك ندى؟ 10 سنين. الله يبارك، شاطرة في الدراسة بنتي؟ نعم. شحال جبتي المعدل؟ 8.50. الله يبارك بنتي، برافو برافو. إن شاء الله عمو يزيد يتلاقى بك تكوني مهندسة ولا دكتورة كبيرة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. بنتي، كم عدد الولايات التي تحد ولاية تمن راست؟ كم؟
ثلاثة. لا 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 لا، أعطي الميكرو لواحد أخرى، أعطي الميكرو للشابة هذيك ليل هيك، أعطوا لها الميكرو. إيه أنتِ إيه تعرفي عندك الجواب، يلا أعطوا لها الميكرو. تفضلي بنتي، كيسموك بنتي؟ إيناس. إيناس، شحال في عمرك إيناس؟ 11. 11 يوم؟ 11 سنة. 11 سنة. الله يبارك، الله يبارك بنتي. شحال جبتي معدل بنتي؟ مازال. لا لا، واللي فات شحال؟ أنا نبغي نعرف. 17. شحال؟ 17. الله أعطونا صغاريت على 17، الله يخليكم. والله عمو يزيد يفتخر دائما بولادنا اللي قروا مليح، لأن خلصنا في هذا الجيل هذا إن شاء الله لازم نربيوه على أسس سليمة بربي إن شاء الله. إذا بنتي، كم من ولاية تحد ولاية تمنرست؟ كم؟ 48. لا 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 لا، الولايات التي تحدها. أربعة. أربعة، برافو برافو، أربعة. ما هي؟ يلا. إليزي. إليزي. أدرار. أدرار. جاء. جاء. ما جاش، ما جاش، ما جاش، ما تقوليهاش هذه. عين صالح. عين صالح ولاية بنتي، هي ولاية منتدبة ولكن ليست بولاية. ورقلة. ورقلة. غردية. وغردية، برافو، تعالي تعالي بنتي، تعالي تعالي. برافو 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 برافو. حقيقة عين صالح ولاية منتدبة ولكن ماهيش من الولايات 48 ولاية. إذا أحبائي، على بالكم ولاية تمنراست، عبالكم باللي هي أكبر ولاية مساحة في الجزائر، تعرفوها؟ لازم تعتزوا بها، هي بمساحة قارة. إذن واش رأيكم دركا بالله ما توصل نغنوا قلمي قلمي، صغير الحجم ولكن. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن، بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن، بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن، بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلبي. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن، بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلبي. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن، بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن، بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو
وهو أول خلق الله. سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. فالعلم رهين بك قلمي. أحبائي، العلم نور والجهل، اطلبوا العلم من المهد إلى، اطلبوا العلم ولو كان في الصين. برافو أحبائي، برافو برافو. إذا تعالي الشطرة اللي جاوبت على السؤال، تعالي بنتي روحي، تعالي الشطرة. إذا بنتي عاودي ذكريهم باسمك. إيناس. إيناس الشطرة اللي جابت 17.50 هكذا. ها شحال جبتي؟ 17.27. تاني 27 مليحة بنتي، الله يبارك، ربي يوفقك بنتي إن شاء الله. 17.27. عمو يزيد كان باغي لا غالب، أنا نحب الأطفال اللي يقراو مليح. إذا بنتي عاودي ذكرينا كم من ولاية تحد ولاية طمنراس، سمعوا مليح يا أطفال. أدرار، إليزي، ورقلة، غرداي. أربع ولايات، أدرار، إليزي، ورقلة، وغرداية. شكرا، أعطي الهدية تاعها، أعطي الهدية تاعها. برافو برافو، شكرا شكرا شكرا. برافو. إذا إيناس بنتي، شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي. شكرا شكرا بنتي، شكرا شكرا. ويلاتي يا ويلاتي لم ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي يا بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لن أقم بواجبي، تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، عاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إلى اليوم فصعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. من اليوم فصعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو 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 أحبائي، برافو برافو.
تعالي الشاطرة روحي بنتي. كي اسمك بنتي؟ أمال. أمال شحال في عمرك أمال؟ 7 سنين. 7 سنين والشاطرة؟ إيه. الله يبارك. حافظة الأغنية؟ غنينا ويلتي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو برافو أحبائي، هذه الأغنية هي لازم تحتفظوا بالمقطع الأخير، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. أحبائي أحبائي، سؤال ثاني، سؤال ثاني. تحبوا الأسئلة ولا تحبوا الهدايا؟ هدايا والأسئلة، يلا. سؤال سهل جدا جدا، سهل جدا. مرحبا بك بنتي، مرحبا بك، مرحبا بك. أحبائي، تمنراست هي أكبر ولايات الجزائر مساحة يا أخي، أكبر ولاية بعد تمنراست في الجزائر، تعرفوها؟ ورا وسيم، وسيم وسيم، شوف الشاطرة هذيك. واسمك بنتي؟ وفاء. وفاء وفاء، والوفاء بالوعد. جيتي وعدتي عمو يزيد وجيتي. مرحبا بك بنتي وفاء، شحال في عمرك؟ 8. 8 أيام؟ 8 شهور؟ 8 سنين. اه 8 سنين، الله يبارك بنتي. شاطرة في الدراسة؟ ايه. شحال جبتي معدل؟ شحال؟ جبت 8. 8، الله يبارك، الله يبارك بنتي، الله يبارك. ما هي الولاية الأكبر مساحة في الجزائر بعد ولاية تمنراست؟ أضرار. ما هي؟ أضرار. أضرار، تعالي بنتي، تعالي، أروحي أروحي، تعالي تعالي تعالي. أحبائي، على بالكم الجزائر الحبيبة، الجزائر الشامخة، فيها ولايات مساحتها شغل قارة، والله مساحة بعض الولايات تفوق مساحة بعض الدول، هذا الشيء نفتخروا به. تعالي بنتي الشاطرة أروحي. إذا بنتي عودي ذكريهم باسمك. وفاء. وفاء، الله يبارك. ما هي ثاني ولاية، أكبر ولاية في الجزائر؟ أضرار. أضرار، برافو، أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاع الشابة هذه. تعالي بنتي. إذا بنتي، شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية المتواضعة على شطارتك بنتي. تفضلي بنتي، تفضلي. إذا بالتوفيق يا أخي بنتي. واش بغيتي تقولي؟ شكرا. بغيتي تقولي حاجة أخرى؟ واش بغيتي تقولي؟ على ما بغيتي تسلمي؟ العائلة تاعك، أصدقائك كامل، تحبيهم تبغيهم؟ هاي، الله يبارك، الله يبارك. أحبائي، واش رأيكم؟ عمو يزيد يحب القيم، هذه القيم، هذه القيم هذه نجدها في أول وهلة في الأسرة. عمو يزيد دار أغنية، أغنية أسرتي، أغنية أسرتي، واش يقول فيها عمو يزيد؟ أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. تغنوها معايا. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. تغنوا معايا. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي، ساكن روحي وعيني. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي، ساكن روحي وعيني. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها، فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. بابا
يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. برافو 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 برافو. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه وإخوتي ما أحلاهم. أحبائي كاين موضوع مهم باش المجتمع يعيش مرتاح. المجتمع باش يعيش مرتاح عبالكم واش لازم يكون فيه؟ تعرفوا باش مجتمع يعيش مرتاح واش لازم؟ الاحترام، الأخلاق الحسنة. برافو برافو. لازم نحترم بعضنا بعض. لذا عمو يزيد دار لكم أغنية. بالمرات الطفل الصغير يتساءل، الطفل الصغير كيما انتم بريء برعم يتساءل، يسمع الناس تتكلم على الاحترام وكامل ولكن ما يعرفوش واش هو. احنا الأولياء لازم نوري ولادنا واش هو الاحترام. هذه الأغنية هي عبارة عن حوار طفل مع الوالد نتاعو، يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. تقدروا تقولوها هذه سهلة. يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، ومن بعد عمو يزيد يغني الباقي. هذه الأغنية الأب يجاوب الطفل نتاعو يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي. أوه واو واو واو. أنا قلت لكم مدينة تمرس جميلة جدا جدا جدا. برافو برافو برافو. مرحبا بكم مرحبا بكم. جميلة جدا جميلة. والله عمو يزيد سعيد جدا اللي راه معكم اليوم هنا. هذا شرف كبير أني نكون هنا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي. فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي. فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. يا أبتاه
الجيران. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، برافو برافو. لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. أحبائي عندكم حقوق وعندكم واجبات. برافو برافو أحبائي. على بالكم واجب من واجباتكم هو الاحترام، احترام الغير. كيفاش نحترم الغير؟ لما تخرج من البيت ما ترفعش صوتك، بالك جارك راهو مريض، بالك عنده رضيع راهو راقد. لما تقصد بيت ما لازم تدق على الابواب، لما تقصد اي دكان تسلم على الاهل تاعو، تنتظر الدور تاعك، ما تسبقش الغير. هذا هو الاحترام احبائي يا اخي. اذا احبائي عمو يزيد داير اغنيه يفتخر بها ويحبها بزاف بزاف بزاف. هذه الاغنيه لنبت كل انواع الجهويه، ما كان هذا شاوي، ما كان هذا قبيلي، ما كان هذا صطيفي، ما كان هذا وهراني، ما كان هذا من طمنراست، ما كان هذا نيلي، كلنا جزائريون. تعرفوا الاغنيه تاع عمو يزيد سالوني من اكون؟ تغنوها معايا تشوف. سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني، قلت ألا ترون إني. ينسى من فضلكم ما نقدروش نغني أغنية كما هذه على الجزائر الحبيبة وما تعطوناش صغاريت. يلا سألوني من أكون كاملة. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لأبناء بلدي من أجلك غادي أحسن من حاضري،
إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. إحنا ولاد الثورة كلهم ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. شكرا، ربي يحفظكم ان شاء الله. على بالكم احبائي، كيسموك؟ سموك ما تعرفش؟ هيا بوس عمو يزيد هنا، فوالا هيا قعد معنا، ديولو مكان معكم، تقعد هنا. يلا احبائي، على بالكم علاش لازم نبعدوا على كل انواع الجهويه؟ على بالكم الإنسان بطبيعته عنده احتياجات، الأكل الشرب النوم كامل، ولكن عنده في مستويات الاحتياجات عنده احتياج الانتماء، le besoin d'appartenance، يعني لازم ينتمي لفئة ما. على بالكم بكري كانوا الناس بكري، لما واحد مع القوم تاعو مع الأهل تاعو يغلط يدير خطأ كبير، على بالكم ما يعاقبوه ما يسجنوه ما والو، واش كانوا يديروا له؟ كانوا ينفيوه، إلي تباني يقولوا له روح، هذا كان أشد العقاب. إذا ما بالك إحنا كجزائريين لازم نفتخروا بانتمائنا لهذا الوطن الحبيب اللي يجمعنا كامل، ونبتعد على كل ما يفرقنا. إحنا رانا هنا باش نلموا الشمل، إحنا جزائريين كامل كما رانا، نحبوا بلادنا والدم اللي يجري في عروقنا دم جزائري. هذا ما كان يا أحبائي الأطفال، لازم ديروا في بالكم بلي انتم جزائريين فقط، اي شيء اخر لا يعنيكم. كي تكبروا ديروا السياسه ولا ديروا اي شيء اخر، ولكن درك تحيا الجزائر يا اخي. احبائي تحيا الجزائر، ربي طول عمرك الله يخليك الله يخليك. احبائي تحبوا الالوان، اني نشوف الوان جميله هنا. عمو يزيد الاغنيه جميله الواني، تغنوها معايا سهله، نقول فيها عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. سهلة، عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألون بالأصفر شمسا
بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. ونور بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو 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 برافو. أبدع في الألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. أحبائي، جميل الرسم، جميل الألوان، جميلة كذلك، والحياة جميلة يا أخي. أحبائي، الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على سابع 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 ماذا؟ سابع ماذا؟ جار. برافو 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 أحبائي، سابع جار، حسن الجوار من شمات الإنسان الخلوق، من شمات المسلم، من شمات الجزائري، حسن الجوار. لازم نحترم جارنا، لازم نرد بالنا على جارنا يا أخي أحبائي. الجار قبل، الجار قبل الدار. تعالي تعالي تعالي، جيبيها جيبيها، أروح. هيك هيك هيك، أروحي بنتي، روحي بنتي، وش راكي؟ وش راكي بنتي؟ واسمك بنتي؟ أهنا. راكي فرحانة لك هنا؟ إيه. تقعدي مع أمو يزيد؟ إيه. أيا خلاص، ديولها مكان جميل هنا، تقعدي معنا هنا، طلعوا فيها، يلا، هيا عندكم، يلا. إذن، حسن الجوار، عمو يزيد يقول في الأغنية: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. تغنوها معايا سهلة. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. سهلة؟ يلا تغنوا قام معايا. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا أحلى الجيران، ربي أوصى والعدنان، أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. قل لي يا جاري مختار، قل لي كيف أهل الدار، جاري ما
حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري المختار، يا من تسكن جنب الدار، نص ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري المختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. برافو، حسن الجوار أحبائي. الإنسان الخلوق، الإنسان الخلوق تسيبه محبوب، الناس كلها تحبه. والإنسان اللي يكون ما عندوش أخلاق حميدة تسيب الناس تهرب منه. أحبائي، الأخلاق ثم الأخلاق. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا عمو يزيد، شكرا على هذه المبادرة، وأرجو لك عودة مرة أخرى إن شاء الله. نشكرك عمو يزيد على الحضور نتاعك التمرست، ونتمنوا لك تعاود ترجع. نشكر عمو يزيد على المجيء، ونتمنوا العودة مرة أخرى إن شاء الله. نشكر شاب يزيد اللي جانا لنا التمرست، وفرحنا الأولاد بزاف وفرحنا معاهم ذلك، ونتمنوا منه الرجوع مرة أخرى إن شاء الله لمدينة التمرست. صحة عمو يزيد، فرحنا. شكرا عمو يزيد، مرحبا بك في تمنراس. نشكر عمو يزيد على هذا الحضور والمجهودات اللي قدمها لنا، وفرح الأطفال تاع تمنراس وفرحنا احنا ثاني. نتمنى ان شاء الله يعاود يرجع لنا خطرة اخرى. شكرا عمو يزيد، وفرحتنا كيزيد،